وأهل السنة والجماعة هذا لفظ أطلق في أواخر القرن الثاني الهجري على أتباع الأثر والمخالفين للفرق المختلفة الذين خرجوا عن طريقة الصحابة والتابعين. وأول من استعمله بعض مشايخ البخاري رحمهم الله تعالى، وجمع بين لفظين بين السنة والجماعة، لأن هناك من يدعي اتباع السنة ولكنه لا يكون مع الجماعة، وهناك من يدعو إلى الجماعة بلا اتباع سنة، فصارت طريقة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح مشتملة على شيئين: اتباع السنة والجماعة، وكل منهما في الحقيقة لازم للآخر. فاتباع السنة هو اتباع الجماعة، واتباع الجماعة هو اتباع السنة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه الحديث الذي في السنن أنه قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فصارت الفرق في النار يعني متوعدة بدخولها في النار، والناجية فرقة واحدة هي الجماعة، وهم المتبعون للسنة الممتثلون لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الحديث.